مساء الخير من دارة آل سلام. في المقابلة الأولى والحصرية للرئيس المكلف دولة الرئيس تمام سلام للـ LBCI والـ LDC، هذا اللقاء الذي كان أصلاً وأساساً مقرراً. مساء الخير دولة الرئيس، ومبروك دولة الرئيس. يبارك فيك مرشاي. ويعني طبعاً هذا بيت عزيز على اللبنانيين. عم نشوف الأسهم النارية بلشت تنطلق مع إطلالتك، الناس على طريقتهم عم بيحيوك دولة الرئيس. بارك الله فيك ومحبتهم. أهلا وسهلا فيك دولة الرئيس. ألم يصدمك هذا الإجماع عليك؟ أليست هذه محاولة بالنسبة لك لخنقك بالمحبة قبل أن تكتشف تناقضات التشكيل؟ لا شك بأن هذا الإجماع إجماع كبير، ولا شك أنه مسؤولية من يجمعون، الذين أجمعوا يتحملون مسؤولية كبيرة معي، وهذه ليست مسؤولية وحدي، مسؤوليتي وحدي. وبتأمل أنه يستمر هذا الإجماع بما يخدم الوطن مش بما يخدم تكليفي. يعني عم تحكي أنه عم بتحمل مسؤولية للي كلفوك أيضا. صحيح. مسؤولية مساعدتك بتشكيل هذه الحكومة. نعم. بينك وبين أشرف ريفي، ألا يزعجك أن يكون وليد جملاط هو الذي حسم اسمك في نهاية الأمر؟ أنا في رأيي أن ما حسم هذا الموضوع هو توافق القوى السياسية على ضرورة الخروج من المأزق الذي كنا فيه. والعملية ليست عملية أسماء منذ البداية، قد يبدو كذلك لأنه تم التداول بأسماء عديدة، ولكن الحقيقة هي أن التداول هو كيف الخروج من الأزمة التي كنا فيها، ولوليد باك لا شك دور كبير في ذلك، ويشكر على هذا لأنه شكل النقطة الوسطية الجامعة لكافة الأفريقاء، وبالذات 14 و8 آذار للتوصل إلى مخرج من الأزمة. أنا بقترح أنه نفوت على بريك إعلانات تنقله للناس شكرا على محبتهم، لأنه هالبريك الإعلانات أنا أسمعك مزبوط. بدنا نحييهم لأولاد بيروت اللي عم بيرجعوا يستعيدوا معك مجد هذا المنزل العريق. بريك إعلاني ونتابع. نتابع مع دولة الرئيس المكلف تمام سلام هذا اللقاء. يعني عذرا على قصة المفرقعات، انا ما كنت عم بسمعك مزبوط. ايه، وانا ما بسمع، ومؤسف جدا، انا ما بريد هالشيء. قالوا لي بعض الغيورين بعض المحبين، ولكن ما في شيء نحتفل فيه هلا. الاحتفال بيكون وقت نكون عم ننقض وطننا، وقت عم نعمل انجازات. بس انت باب للانقاذ دولة الرئيس، نحن بعدنا باول الطريق مرسال. كنت عم بسألك، امامنا تحديات. نعم، كنت عم بسألك، ما بيزعجك انه يكون وليد جملاط هو الذي سمى اسم الرئيس؟ يعني وانه يكون اشرف ريفي هو اللي كان سابقك عند الرئيس سعد الحريري؟ انا بشوفها من وجهه نظر اخرى، بشوفها من وجهه نظر خروج البلد من الازمه اللي كان فيها، من الظلام اللي كان فيه. نعم. من النفق اللي الناس موهمه منه والناس يائسه. وليد باك اخذ خطوه برايي كانت ضروريه جدا، وليس الموضوع اسماء، الموضوع اتخاذ قرار بالمضي بالمشاورات بمشاورات التكليف والوصول الى تكليف. هذا بدايه الطريق، وانا في رايي كان له دور مميز بانه قدر يجمع الفريقين او كل الافرقاء لا ينضويوا تحت مظله هذه الخطوه ويحققوا اللي تحقق. بكلمه واحده، شو ماذا قرات في رفض سليمان فرنجيه تسميتك؟ امر يعود له، ما عندي اي يعني شيء فيه. لقيت في رسالة معينة؟ ما 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 إذا بده يحب يبلغ رسالة بيكون بلغ رسالة، ما بعرف. عنده ظرف يمكن. تلقفت هذه الرسالة؟ هو رفض، هو اعتبر إنه لأنه التسمية جاءت من بيت الوسط. يمكن، بس ما ربطها فيه شخصيا يمكن، وما بعرف إذا. لا ما يعني ربطها فيك، حكي عن 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 علاقتكم التاريخية. صحيح. كبيت. فما بعرف شو أسباب. شو كان دور الرئيس بري بتسميتك؟ لا شك دور متقدم وكبير، يعني في وسط قوة 8 آذار. اللي كانت في موقع او في محل معتبره، كما قلت لك انه وليد باك لعب دور لا قدر يعني خلى الجميع يشعروا باهميه هذه المرحله. وبعتقد انه الرئيس بري بكلمته امس اللي اعلن فيها التأييد كمان اشار
لدور وليد بيك. فبتأمل أنه كان أكيد للرئيس بري دور مؤثر وفاعل، واليوم عندما التقيت بالقصر سمعت كلام من هذا القبيل مشجع جدا. هل ارتحت لاتصال الملك السعودي فيك الليلة؟ هل تعتبرها فاتحة خير؟ رينا خبر أنه اتصل فيك الملك السعودي، هل صح؟ لا. غير صحيح. لا صحيح. إذا كان ضروري هذا الموضوع، لأن أنا فوجئت ما طلع عن مكتبك الإعلامي ريني على بعض المراسلات الاتصالات. تنتظر اتصال من الملك السعودي؟ لا، بفكر الملك السعودي عنده هموم أكبر بكثير هلا من هموم. سأأتي إلى هذا الموضوع. تقول أنك لم تلتزم ولم تتعهد لأي جهة، إذا لم يعني حضرتك لم تتعهد لسعد الحريري بأي شيء؟ أنا لم أتعهد لحدا بشيء، بالكاد عم بتعهد لحالي. ليش؟ لأنه بعرف سعودية. رحت للتشاور مع متعهد له بشيء معقولة انه ثقة مطلقة بتمام سلام بأي خيار بياخده؟ ما قال لك بدي هيك بدي هيك؟ اولا انا تبلغت القرار. نعم. قبل ان التقي الرئيس الحريري. قرار شو؟ قرار انه المضي بترشيحي. نعم. في التكليف. نعم. قبل بنهار بعد الظهر. لا بعد الظهر. بعد الظهر. مع انه كان تداول باسم اشرف ريفي هيك بلاش بعدين مع وليد بيك، ما كنت عارف انا في تداول. آه. باسم لواء ريفي. نعم. كنت اجاني الخبر حوالي الساعه 3 يمكن. من مين اجاك الخبر؟ من الفريق ال 14 اذار نادر الحريري. من اشخاص بالفريق. نعم. اللي ارسلوا لي خبر، ما اتصل فيي، لا ارسلوا لي خبر انه نحن في عنا قرار بلور بدعم ترشيحك للتكليف. وطبعا حكيت حكاني عشيه الرئيس الحريري وداولت أنه وقال لي بحب نتداول أكثر، بكرة الطيارة بتكون ناطرة على 9 بكرة، إذا بتحب تشرف نتداول. قلت له بكل ممنونية، وصار لي فترة أنا ما شفته يعني متداولت. فذهبنا وتداولنا في كثير. أبدا ولا شيء. طيب. ولا شيء. جيت من هناك دغري حكيت أنك لا هو حكومة انتخابات. لا هو طلب ولا حدا تاني طلب. هون بدي أسألك، ما تمكنت أنك تشوف الأمير بندر بن سلطان يوم الخميس لأنه راح على البر مع جلالة الملك؟ لو كان فيك تلتقي فيه شو كنت طلبت منه؟ ما بطلب أنا، بلتقي منه. نعم. بلتقي فيه لأستكشف شو ظروف المرحلة، أين نحن فيما يحصل في المنطقة. أنا موضوع علاقتي أولا بالتاريخ السعودية وبالمسؤولين هناك موضوع مش جديد يعني، وعلاقتي مستمرة دائما. نعم. وبالتالي من الطبيعي انه يكون في تواصل. وبهالتواصل اكيد من الدول في كتير من الامور، والمملكة العربية السعودية لها يعني دور مميز معنا في لبنان. صحيح. هو دور كان دائما باتجاه دعم الوحدة اللبنانية، دعم استقلال اللبناني وتعليم السيادة اللبناني، وهذا أمر يجب أن يسجل. ما يوم من الأيام ساهمت المملكة العربية السعودية لا سمح الله بضرب أو بتفكيك أو بنشر الفتنة في لبنان، كانت دائما موجودة وقت لبنان كان بحاجة لدعم، وهذا تجلى بعدة محطات وبعدة مجالات ونحن منعتز فيه. وإذا صلنا فرصة نتمنوا في علاقاتنا مع المسؤولين السعوديين ما منقصر أبدا. بتعتبر أنه تكليفك دولة الرئيس هو إعلان عودة المملكة العربية السعودية من جديد إلى لبنان من باب العريض وانهزام المشروع الإيراني في لبنان؟ لا، الأمور مش بهال بإطار. لا، أكيد في اهتمام سعودي اليوم، أكيد في اهتمام. ولكن كيف يعني بتعترف أنه كان في تراجع لهذا الدور السعودي؟ مش في تراجع، كان بفترة يمكن في حرج في أنه يعني في بعد اللي صار من سنتين. نعم. نعم، صار شوية يعني انكفاء. وهذا الانكفاء لمسؤول جميع يعني ما في شيء. أنت عودة؟ أنا بعتقد اليوم طبعا في مواجهة الأخطار اللي عم تتطور، كان ربما ظرف، إجا الظرف أنه يساعد للدور السعودي يرجع ياخذ حجمه وياخذ مكانته كما كان دائما، ونحن نرحب بذلك. أليس عنوان جريدة المستقبل هو الأصح اليوم إجماع في التكليف ولا عبرة في التأليف؟ هل بدأت تشعر مخاطر ما أنت قادم عليه؟ لا ينكر أحد أن هناك مخاطر. نعم. ولكن أنا عم عول على الإجماع وعم عول عليه أنه يلزم أصحابه، مش يلزمني إلي أنا بس. إذن هذا الإجماع هني عم بقولوا لك بهذا الإجماع 124 صوت. نعم. يعني أعلى صوت جابه الرئيس فؤاد السنيورة 126 صوت بفترة من الفترات. نعم. اليوم أنت قريب إلى هذا الإجماع. نعم. هذا الإجماع يطلب منك حكومة وحدة وطنية، صح؟ هذا الإجماع يطلب مني التبصر والاعتناء بما نحن مقبلون عليه. نعم. ويطلب مني التواصل
مع هؤلاء الأفرقاء جميعا. تتقلون شو؟ لا اسمع منهم، بدك تسمع منهم دولة الرئيس، بس ولكن اسمع منهم. نعم. مجوج الآراءهم وأعرف شو توجهاتهم، لابد يصير لي فرصة أني كمان استخلص، وباللي بستخلصه بيمتزج مع اللي أنا عم فكر فيه، واللي أنا عم فكر فيه اللي هو له علاقة بدور ووظيفة هذه الحكومة أكثر ما له علاقة اللي هو رعاية هالانتخابات اللي بتصير. إذا أنت سترأس حكومة هالانتخابات. صحيح. إذا هي حكومة انتخابات من الأول هيك. أنت ترى أن المطلوب حكومة انتخابات. نعم. حكومة حيادية إذا. نعم. أنا أرى أنها حكومة انتخابات لاعتبار أن الانتخابات هي استحقاق في هذا المفصل ضروري ومصيري للبنان، لأن الصراعات السياسية مارسيل اللي قائمة في لبنان كانت وحاليا موجودة وستستمر، ولكن أن تكون هذه الصراعات خارج الأطر الديمقراطية والمؤسسة الديمقراطية شيء، وأن تكون داخل المؤسسة الديمقراطية شيء آخر. نحن بنعتز بلبنان بديمقراطية، بنعتز إنه بنحكي بالدستور وبنحكي بالمؤسسات، بنحكي بالشرعية ضمن شو؟ ضمن الديمقراطية. والديمقراطية شو؟ تداول، والتداول اللي هلأ عم نشوف نموذج منه برئاسة الوزارة هو ينسحب على كل الأمور. بس دولة الرئيس حضرتك عم تحكي انك تقريبا تصورك وقلته عبرت عنه يعني ببيت الوسط ليلة وصلت حكومة انتخابات، انت حضرتك غير مرشح للانتخابات، اذا لا تريد معك وزراء مرشحين للانتخابات. انا اسعى الى ان تكون كل الحكومة غير مرشحة للانتخابات. اذا حكومة حيادية، ومن سواك بنفسه ما ظلمك. عظيم. يعني اذا انا رئيس الحكومة ما حترشح على الانتخابات، ليش ما يكون الوزراء اللي معي لتكون الشفافية على اخرها في اجراء الانتخابات كمان مش مرشحين للانتخابات؟ بعتقد يعني في محل كفاية بالنيابة لا نقدر نستوعب هذا الاكبر من السياسيين، وما الوزارة قدام النيابة حجمها محدود، فخليها شوي بمنأى عن السياسيين لنعبر بهذا الاستحقاق، وبعد ما نعبر بهذا الاستحقاق وتجرى الانتخابات حكما وحتما سيكون هناك حكومة سياسية تؤلف من القوى اللي فازت بالانتخابات. ولكن حضرتك دخلت بأول مطب اللي هو عبر عنه وليد جملاط بكلام الناس أول عشية، اللي قال أنا أريد حكومة وحدة وطنية، حكومة وفاق وطني، وإذا غير هيك أنا لا أصوت، لا أشرك وزرائي، ولا أعطي هذه الحكومة الثقة. إذا أنت أمام مطب أساسي، كيف ستعالجه؟ لماذا هو مطب؟ هو تقدر تقدر هو موقف أعلنه وليد جملاط. بدك تحاول تتحاور معه؟ أكيد أكيد. مسألة سادة يعني بالنسبة له. مين قال؟ مسألة قال على هو قال لن ولن ولن. وليد بيك منه مغلق، منه مسكر، وليد بيك منه جامد، بياخذ وبيعطي. إذا كنت جامد ما كنا صرنا اليوم. إذا دولتك قاطع لن تأتي بحكومة سياسية. أنا لم أقطع ولم أحسم. أنا هلا قبل شوي دولتك كنت عم بتقول إنه الاتجاه هو لحكومة حيادية. قلت لا أبدا، قلت لحكومة انتخابات. وقلت أتمنى أن يكون أعضاء غير مرشحين. طب شو المعني بحكومة الانتخابات؟ وزراء محايدين يعني؟ بنحكي وقت اللي بتستحق ومنجوجل كل الآراء، بنحكي ليش بدنا نحرق المراحل وليش بدنا نستبق الاستحقاق. بعد في قدامنا الأسبوع القادم مشاورات، بعد المشاورات بنحكي، وأنا مستعد أقول ساعتها على ضوء المشاورات شو اللي بتصوروا وبتابعوا مع القوى السياسية لنتوصل لإنجاز الحكومة. ولكن الحرص الكبير هو ما أشعر به من مطلب عند كل المواطنين لتأليف حكومة، لأنه ما نترك الأمور معلقة ويعني نرجع ننتكس من جديد. دولتك حكيت عن أمال كبيرة إن شاء الله نقدر نحقق. دولتك حكيت حكومة مصلحة وطنية، المصلحة الوطنية ألا تقتضي قدام هذا الإجماع لم كل الناس؟ ليش بتكون متصلب أمام ما طلبه منك هؤلاء الذين أجمعوا على اسمك؟ يعني بدهم حكومة وحدة وطنية عم بيقولوا. وين إمتى طلبوا مني؟ كلنا بقولوا وين بدنا وحدة وطنية. بالاستشارات بنشوف بس يطلبوا مني. بس ما عبروا عنا بالمواقف السياسية. بنشوف بكرة بالاستشارات مين بده يطلب. إذا طلبوا منك بدنا نشوف. إذا أجمعوا، إذا 124 أجمعوا على حكومة، يا ريت على حكومة وحدة وطنية شو ما كانت. إذا 124 فريق السياسة الذي سماك لا يريد حكومة وحدة وطنية. 124 لا أنا ما قلت لك 124. عم بقول دولة الرئيس هؤلاء اللي خلينا نشوف جزء منهم قال بدي حكومة. خلينا نشوف مين شو بده يقول ومين شو بده يقول، على ضوء ما نقرر شو بدنا نعمل. دولة الرئيس ماني مستعجل الأمور هلا. محمد شطح بيقول لنتوحد حول الحكومة وليس فيها، هذه إشارة
يعني ما بدنا ندخل على هذه الحكومة، بما معناه هذه حكومة انتخابات. هذا شرط واضح استاذ مارسيل، هذه الحكومة يجب ان تكون فعلا هي حكومة انتخابات. نعم. ووظيفتها هي اجراء الانتخابات، صحيح ولا لا؟ نعم. خلينا نركز على الوظيفة هلا ولحقنا نركز على شكل الحكومة. اذا كانت حكومة سياسية وحدة وطنية بترجع بتترشح على الانتخابات؟ اذا في معك وزراء اغلبيتهم ما بدون يترشح، بدون يترشحوا، معقول انت تبقى؟ كل حادث له حديث، على ضوء شو بيصير بنحكي. السفير السعودي علي عوض عسيري يدعو الى حكومه منسجمه متجانسه تمهد الطريق لمستقبل اخر، اليست هذه دعوه لحكومه من لون واحد دوله الرئيس؟ الحكومه منسجمه مش بالضروره تكون من لون واحد، الحكومه المنسجمه بتقدر تكون من وزراء عارفين شو مهمتهم. نعم. عارفين شو قضيتهم يمارسوها ويوصلوها. يعني ليش دائما بدنا نشوف الحكومات محل او مكان للخلافات؟ لانه اغلبيتها هيك دول الرئيس. انت لقى من هون، انا هون جاي اسالك صحيح، ليش بدنا نشوف هيك؟ ليش مصرين نوقع بنفس هالمطب؟ ما نحن عارفين انه عم نطلع منه، نحن عارفين انه بدنا نخلص من هذا الواقع. حكومه اللون الواحد كان فيها خلافات ولا لا؟ صح، وما انجزت وعرقلت وحكومه السلسل معطل وحكومه الوحده الوطنيه وكله. طيب، فاذا نحن فينا نوصل لحكومة وظيفتها تأديها في الانتخابات وتكون منسجمة في هذه الوظيفة، ما بيعمل لحكومة حيادية دولة الرئيس لكن نشوف شو. لأن حضرتك قلت لغاصم المختار بالسفير اليوم أنك تفضل ألا تكون حكومة فضفاضة أو موسعة، إذا حكومة حيادية ممكن تكون تكنوقراط مثلا. كل الإمكانات مفتوحة قدامنا. أنا مشان هيك اليوم أعلنت حكومة المصلحة الوطنية. لا. على شو أعلنت أنا؟ على قلت على حكومة حيادية، حكومة وحدة وطنية، حكومة إنقاذية، حكومة تكنوقراط، سميت عدة أشكال الحكومات، قلت أنا بجمعهم كلهم هدول بحطهم تحت سقف حكومة المصلحة الوطنية، شو بيطلع منهم؟ أي حكومة؟ بنحكي يعني ليش أنا ماني مستعجل هلا أحسم هذا الموضوع؟ ولا في شو في فائدة هلا بعض السياسيين او بعض الكتل مثل ما عم تقول عم يعلنوا مواقف؟ بس لا صحيح، لانه حضرتك جيت طبعا يعني جيت على حكومه الى وظيفه، الى وظيفه. نعم. عظيم، يعني اتجاهك هذه الحكومه وظيفه الانتخابات. نعم. تيار الذي انت سماك عم بيقول حكومه انتخابات حكومه حياديه فقط. قبل ممكن شوي تنقلب عليه؟ قبل شوي انت قلت اذا ال 124 توافقوا على حكومه سياسيه بتقول لا، ما رح يتوافقوا. عم اقول ها إذا توافقوا مثل ما توافقوا علي بالتكليف، ما بتعتقد رح ترجع؟ ما ممكن يتوافقوا مرة جديدة إن شاء الله. بس ما بتعتقد؟ خلينا نسعى بهالحكومة السياسية. أنت حاضر تفوت بإخبار السلسل المعطل والحصص الوزارية والحقائب، مين بده اتصالات ومين بده نفط ومين بده طاقة؟ يعني لا حلك شو، حدا حط عليك شرط؟ حدا قال لك ممنوع تعطي العونيين مثلا؟ حدا نحط الشروط على حدا. أنا قلت لك وبرجع في سقف رسمه حليفك وليد جملاط أو صديقك وليد جملاط، رسمه معك على التلفزيون. صح، بعد ما رسمه معي بس شوفوا بيرسموا معي بنحكي. ممكن تزعل منه أو تزعله لوليد جملاط وهو سماك؟ ليش عم تخانقني معه قبل بوقتها؟ أنا ما بدي خانق، ليش عم تزعله مني وعم تزعلني منه؟ لا أبدا، نحن محبتنا وثقتنا ورهاننا على دور والديك في هذه المرحلة كبير جدا. ألا تعتقد أنه مجرد كان المطروح أشرف ريفي كان مطلوب حكومة مواجهة، لماذا لا تكون أنت رأس لحكومة المواجهة هذه؟ المرحلة مش مرحلة مواجهة، لا. المرحلة مرحلة تقطيع. سعد الحريري كان بده أشرف ريفي، كان يريد أن يقول نحن انتصرنا. سألته أنت؟ لا، بس واضح من الرسائل، يعني رسالة أشرف ريفي. انترح عدة أسماء. نعم. بهالكم يوم. مزبوط ولا لا؟ انترح عدة أسماء. نعم. بس أنا بعتقد أنه بالنتيجة كان في قرار باتجاه باسم معين. إذا طلب منك توزير أشرف ريفي للداخلية هل تأتي به؟ كله رهن طبيعة الحكومة اللي حنتفق عليها. ممكن يكون لأنه بيعرف بالأمن، ممكن تعويض معنوي للقلوب. اذا الكتل شافت ما بتعارض حضرتك؟ ليش بدي اعارض اذا رجل كفؤ مثله صارت فرصه انه نستفيد من كفاءته؟ نعم. ليش لا؟ اذا سنحت الفرصه يعني، واذا كان في توافق حول ذلك. البيان الوزاري واضح الاولويه الانتخابات، اكيد من عشيه بالليل فكرت باي اطار في عندك مساله المقاومه دولة الرئيس. نعم. اعلان بعبدة ام معادلة الجيش والشعب والمقاومة؟ ما بدي انت ولا مرة عودتنا على كليشيات، نحن بنحبك لانك واقعي وصريح. اعلان بعبدة ام جيش شعب مقاومة؟
هو الموضوع مش بهالبساطة اللي انت بدك اياه اسود وابيض. قريت لك حديثك اليوم انك مع المقاومة ضد الاحتلال طبعا، وانه مع المقاومة اللي بتستعمل سلاحها بالداخل. صحيح، عظيم، وما زال هذا موقفي. كيف ولكن انا اليوم مش لك كيف ترجمه هيدا بالبيان الفيزاري؟ طبعا في اعلان بعبدة اللي من اول عليه كلنا، نعم، وانت بتعرف انه بعد اعلان بعبدة كان في خطة استراتيجية بده يعرضها رئيس الجمهورية. صحيح، وبركي بتكون هالخطة كمان هي بوصلتنا في هالمرحلة القادمة لنقدر نتبناها ويتفقوا حولها ونمشي. أنا ما بدي حمل حكومة الانتخابات اليوم أكثر ما يجب أن تحتمل. أنا سياسيا باعتقادي الحمل الأكبر هو على الحوار وعلى القوى السياسية في مرتبة الحوار، وهذا أمر سيحصل قريبا إن شاء الله. يعني أنا فهمت أنه في أجواء بدها لإعادة إطلاق الحوار، ونحكى فيها قبل فترة، حكى بثلاث أشياء، بالانتخابات، بالحكومة، وبالحوار. صحيح ولا لا؟ صحيح. يعني انتخابات قانون الانتخابات، وأنا بعتقد بعد يعني إطار الحوار هو الصالح لبت كثير من الأمور المصيرية. إذا ما صار في طاولة حوار أي بيان تمشي فيه؟ إذا بدي أتوافق مع كل القوى، أنا مش هلأ بقدر أحدد البيان. ليش دايما بدنا نستبق مرسل؟ أبدا، أنا ما يعني أنا ما حدا ألزمني بشي، وبالتالي أنا ما حألزم حدا بشي. أنا بدي أتشاور مع الجميع، وعلى ضوء هذا التشاور بقرر وين بدنا نروح. عندك تصور أن ممكن حكومتك تكون حكومة مشابهة لحكومة نجيب ميقات بال 2050؟ ممكن تكون حكومة مشابهة لحكومة والدي بال 53 اللي قعدت أربعة أشهر في انتخابات وأجرت انتخابات وكانت ناجحة جدا. عظيم، ليش لا؟ بدها تكرر التجربة. حكومات الانتخابات إلى وظيفة بدها تقوم فيها. بعد البريك الإعلاني، ماذا لو لم يتمكن من يعني نيل الثقة في مجلس النواب؟ بريك ونتابع. نتابع هذه المقابلة الحصرية الأولى لدولة الرئيس تمام سلام. دولة الرئيس، بلشنا هالكادر على علم اللبناني الماضي الرئيس صائب سلام، هذا كان هدية ست بهية الحريري السنة. صحيح. بعتقد بنسبة الاستقلال بتذكرنا، هدية قيمة حلوة كتير تشكر عليها. دولة الرئيس، هل أنت وسطي أم 14 أداري هون؟ أنا مستقل متحالف مع 14 أدار. نعم. كلفت اليوم بتأليف الحكومة. شو صار؟ وأصبح لي دور جامع لكل اللبنانيين. هذه مسؤولية كبيرة، آمل أن ننجح فيها. شو بتعتقد؟ عندك مخاوف ما تنجح بهذه المسؤولية دولة الرئيس؟ أكيد ما بيخلى الأمر. يعني ممكن على خلفية نعم الصراع السياسي في البلد وعلى خلفية ما حصل في الماضي، نعم هناك محاذير، ولكن بتأمل انه نقدر نتجاوزها، لانه شعرت انه عند كافة القوى رغبة جدية في تمرير هذا الاستحقاق وتثبيت الديمقراطية بالبلد. هل ستشرك حزب الله في الحكومة؟ بعدنا عم نحكي الحكومة شو حيكون طبيعتها وكيف تكوينها، بدنا نبحثه مع كل الاخوان. ما فينا ناخذ قرارات هلا مين بيشترك مين ما بيشترك بعد ما قررنا. اذا كانت حكومه سياسيه، اذا كانت حكومه سياسيه لما بتصير بنحكي. لا، اذا كانت حكومه سياسيه معقول ما تشارك حزب الله؟ برسل ما برسلك. لا، واضح هلا واضح ما رح تشارك حزب الله بالحكومه. ليش؟ مين قال؟ لانه ما قلت ما جزمت انه ما فعلا سأشارك، ولا قلت رح اشارك. يمكن الحزب ما بده يشترك، شو بعرف. ممكن، بس خليني حضرتك عم تطرح علامات استفهام. لا، خليني انا اذا كنت عم شوفك على التلفزيون بسمعك هيك دونك ما بدك تشارك حزب الله. اولا شو الغايه من السؤال اذا بشاركه او ما بشاركه؟ دور حزب الله في البلد، دور حزب الله حزب مكون اساسي من تركيبتنا السياسيه في البلد. نعم. انه يعني في حدا يجاهل الواقع؟ لا، فبده يصير تفاهم مع حزب الله مثل مع كل الافرقاء التانيين على طبيعه الحكومه، واذا كانوا بدهم يشاركوا فيها او بس نجيب مئاتي خون على اساس انه هو رئيس حكومه القتله والمجرمين. طبعا في بتشارك هؤلاء في 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 اطار الاحتدام والتشنج والمباطحه السياسيه اللي كان ضروري هذا الكلام وقتها. كان هذا الكلام يعني انت ما شاركت فيه هذا؟ اكيد، مشان هيك يمكن مشان هيك تم اختيارك. دونك بتقول له هون شو بتقول له لنجيب مئاتي؟ بتقول له شكرا، عذرا،
أم عفوا؟ على. شكرا لأنك أنا جيت وراك، شكرا على الشيء اللي عملته قبل، عذرا لأنه مش أنت جيت، عفوا لأنه أنا جيت محلك. لا أنا بعد مرحلة تداول السلطة، تداول أساسية وتكليفي ما له علاقة، يعني هو أخذ قرار الاستقالة لأسباب ما بعرفها أعلم بعض. طيب بتقول له شكرا على الشيء اللي عمله بالحكومة؟ أولا إنه إحنا بنعرف وكل اللبنانيين بيعرفوا إنه أمضينا سنتين كان فيهم الكثير من العذاب والكثير من التراجع. هو تعذب أو ربما هو أو عذبنا بس معه. عذب اللبناني، تعذبوا اللبنانيين بالأساس. يعني هو عذب اللبنانيين. التركيبة اللي كانت قائمة ما نجحت، هالتركيبة اللون الواحد ما نجحت في العبور لأوضاع جيدة، تراجع البلد، تراجع الاقتصاد، تراجع الانتاج، وكنا نصل الى محطات مزعجة جدا وكادت يعني تقضي على البلد، فنحن شو بدنا نعمل؟ بدنا نبعد البلد عن ذلك اذا تسنى لنا. لما بينقال عم نقرأ بالتهاني لألك رجع الحق لأصحابه، هل هذا يعني انه نجيب مئاتي كان سالب هذا الحق؟ لا ما مش تمثيل الصحيح، تمثيل السني شو؟ لا انه كان في اوضاع سياسية تبلورت لا. في حكومة اللون الواحد ما كانت ناجحة وما اعطت النتائج المرجوة منها، كان الصراع داخل الحكومة لا. اقوى من لو كان صراع مشترك فيه كل المكونات السياسية. شاهدنا من حكومات وحدة وطنية لم يعني تستمر، ولكن بداخلها ما كان في صراع قد ما كان في بهذه الحكومة، ويمكن أبرز صراع صار بالحكومة هو يوم اللي تم طرح قانون الانتخابات، وبدأ كل فريق داخل الحكومة يطرح تصوره. إلى لحظة قال له فخامة الرئيس تعالوا لهون يا جماعة، ما تنسوا نحن كحكومة مقدمين مشروع، شو كل واحد عم بيغني على إله، نضبطوا شوي لنقدر نشوف كيف بدنا نعبر بمشروعنا وبعدين بتشوفوا اذا في مشاريع اخرى. هذا نموذج كان ونموذج الحقيقه فاضح للواقع. دكتور رئيس، عنوان الشرق الاوسط اليوم: حزب الله اجبر على تأييد تمام سلام. اذا كان مجبر يعني بتعتقد رح يساعدك بالتشكيل؟ يعني ربطوا هذا الامر بموضوع تفاوض مع امريكا، ايران تريد تقديم عروض حسنية في لبنان، حزب الله دعم وصولك. تقرأ الأمور بهذا الشكل، إذا كان مجبور تعتقد رح يسهل لك قد مهمتك أم رح يصعبها؟ يعني نحن دايما نربط كل شيء بيصير عنا. نربط كل شيء بيصير عنا بالتوازنات الأمور الإقليمية والدولية. الإقليمية والدولية ما بنكر إنه لها حصة، لها حصة في بلد محوري واستراتيجي وصغير مثل لبنان. لا. دائما كان كذلك الموضوع. بس نحن شو شغلتنا؟ نحن شغلنا ناخذ كل ايجابيات هذه التحركات ونوظفها من اجل لبنان. وبعتقد انا حزب الله من القوى اللي عندها هم لبناني يبقى برايي يتفوق على كل هم اخر. هل انت عندها هم على مستوى العلاقات الاقليميه والعلاقات الدوليه؟ ايه، بس الهم اللبناني وتحصين الوضع اللبناني في رأيي يحصننا جميعا ويحمينا جميعا ويحمي لبنان. هلا انت مع تسوية مع حزب الله دور ترئيس؟ يعني تسوية على شو؟ انه كان شعار من رشحك من بيت الوسط اسقاط سلاح حزب الله، هل يمكن ان تسير موضوع السلاح؟ بعدنا ما تراجعنا عن المطالبة باسقاطه، مش باسقاطه، تسليمه، بتوجيهه بالاتجاه الصحيح وابعاده عن الجبهة الداخلية واعطاء السلاح الشرعي. نعم. كل امر داخلي وهناك على المستوى الخارجي. مشروع استراتيجية دفاعية لفخامة الرئيس عم يطرحها لا استيعاب المواجهة ايضا في صديقك ولجمهور مستوى ايران المقاومة. غيرت وجهة بندقية المقاومة، بتوافق؟ لا شك انه لايران دور ودور مؤثر. نعم. اما شو عم بيخططوا وين وصلوا انا ما بدي اني اعرف. طيب هون انطلاق من هون كان شعار حكومه نجيب مئاتي النائب النفس. يعني النائب النفس واضح انه ما كان من كل الجهات ما كان ظابط، يعني ارسال مجاهدين لسوريا، الحدود الفلتي، تدخل صحيح. حضرتك رح تتبع نفس هذا الشعار النائب النفس، ستنقى بنفسك دولة الرئيس، ام حضرتك تدعم الثورة في سوريا؟ النائب النفس مش متوقف عليها،
نائب على على, على, على على انت عندك قناعاتك ممكن تعمل انفصام بشخصيتك السياسية. انا عندي قناعاتي شو بدي اشوفها بضوء مصلحة البلد. نعم. مش بضوء مصلحة كمان له علاقة بدور ووظيفة هذه الحكومة؟ اكيد طبعا. انه شو يعني ممكن الحكومة السياسية تنقى بنفسها ولا تنقى؟ لا لا انا في هذا الموضوع ايه؟ يعني ما عندنا شيء لبس فيه. نحن واجبنا انه نبعد لبنان عن الانزلاق في متاهات ما يحصل من مآسي عند اخواننا وتنعكس سلبا علينا. عزيز. هل ذلك بالنائب النافس او باي وسيلة اخرى؟ لن نوفر سبيل الى ذلك. هيدا مهمة ومهمة يعني مثل ما قبل شوي عم تقول انت حتى النائب النافس ما قدر ينضبط مثل ما لازم وصار في يعني انت ممكن تطلب بكرة من حزب الله تقول له ممنوع مبارحة حزب الله مشيع عنصر جهادي بسوريا. فيك تقول له انا ما بقدر غطي حكومة اكون رئيس حكومة لبلد عم بيرسل مجاهدين الى سوريا من 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 تيارات سلفية او من حزب الله. شو تمنع هذا الموضوع اذا بيطلع بايدي؟ شو بيطلع بايدك؟ ما فيك تعلن عجزك من اول نار؟ ما في عجز هيدا الموضوع. هيدا في تحدي وفي طموح. اذا فينا نحققه بيكون عظيم. بس انت مش مع الثورة السورية دولة الرئيس؟ معليش انا مع ثورة الشعب وانا مع الشعب السوري. اذا حضرتك مع هذه الثورة ضد هذا مع الشعب السوري ومع خيارات الشعب السوري. الشعب السوري جزء منه كبير عم بيثور. وانا انت مع هذه الثورة مع خيارات الشعب السوري لا اخفي ذلك. وكل ما يستلزم ذلك من مواقف لن اقصر فيها ولكن بما لا يعرض بلدي الى ما لا قدرة له على تحمله. كيف يعني؟ يعني اليوم اللي شفنا مواقف على مستوى الحكومة الماضية. نعم. تجسدت بموقف لرئيس حكومة شيء بموقف لوزير خارجية شيء. يعني هذا أمر شو كنت بتعمل؟ كان كاريكاتيري لدرجة عظيم. عم بحطك قدام تصور المرحلة المقبلة. أنا شفت على البرنامج معك. نعم. دولة الرئيس مئاتي. نعم. عم يتوعد ويهدد الوزير وإذا عمل هيك وحنعمل هيك ولا لا. صح. وبالتالي تاني يوم تحت الضغط وجه له كتاب. نعم. وانتهت ببوسة مش من الوزير للرئيس ميقاتي من الرئيس ميقاتي للوزير. فهذا هذا الكاريكاتير أنا ما بعمله. هذا الأمر هذا الوضع ما يعني يوم اللي بده يوصل معي انه بده يطلع عمله بعتذر. انا ما بمشي بهالطريقه. فانا بعتبر هيدا شيء مما نعم. هو يمكن ان يحصل ومما يجب علينا نحن ان نتجنبه. امتى بتعطي مهلك لامتى بتعطي مهله لحالك تتشكل هذه الحكومه؟ وهل ممكن تروح الى تشكيل حكومه امر واقع؟ يعني تقول انت وفخامه الرئيس انا بدي هالوزاره وبدها تسقط مجلس نواب تسقط؟ كل الاحتمالات وارده. انت حاط براسك كل الاحتمالات يعني ممكن تروح اخر شيء تقول انا ساشكل حكومه امر واقع اذا سقطت بمجلس النواب تكون هي حكومه تصريف الاعمال. انا لا انجز شيء الا مرتبط بمصلحه وطني. اذا وجدت انه مصلحه وطني بتقتضي مني اني اعتذر بدي اعتذر. اذا شعرت انه مصلحه وطني بتقتضي مني تاليف حكومه والمضي فيها ولو بدأت ما تاخذ توثق بألفها الحكومي. هذا امر يتعلق بوقته بزمانه. مين هن الحياديين مش حيترشقوا؟ مين هن الحياديين؟ شخصيه في ناس حياديين بلبنان يكونوا معك وزراء دوله الرئيس؟ انا بعتقد في شخصيات نعم لبنانيه كفؤة. نعم. منها من عنده تجارب سياسيه ومنها ما ليس عنده تجارب سياسية بل تجارب ربما اقتصادية أو تجارب أمنية أو تجارب من أنواع اجتماعية. عندها الأهلية. إذا الوطن ما في أهليات ما في كفاءات ليشكلوا حكومة بيكون في عنا مشكلة كبيرة. دولة رئيس الانتخابات يعني عمليا نحن قدام استحقاق أساسي يعني واليوم بيع الطاسي. الوزير مروان شربل حكي عن مهلة بيقول 6 أشهر للعمل بقانون جديد. إذا جرت الانتخابات هل تقبل أن تجريها حسب 60 أم التأجيل التقني؟ لا واضح بأنه يعني القانون 60 في بعض ما قادرين نطلع من تلبيته. نعم. بيفرضوا هذا القانون ولكن من الواضح أنه سياسيا غالبية القوى السياسية مقرة أنه هذا القانون لم يعد صالح فبالتالي المضي فيه لن يحصل. من هنا يعني تمديد المهل لإنتاج قانون جديد يبدو حتفرض حالة إلا إذا والله بقدرة قادر بجمعة زمان اجتمعوا وقرروا على قانون وصاغوه واتفقوا بين بعض بيكون منانا وحلمنا.
طيب. وبيكون عظيم جدا في اتجاه في بيسهلوا عمل الحكومي بيسهلوا عمل سمعت كلام عن جلسه ممكن يعقدها الرئيس بري لمجلس النواب صح او مش داعي يوم الاثنين لهيئه المكتب نعم لبحث ربما بجلسه جلسه مخصصه لشو بعتقد للمهل اللي محكومين فيها على مستوى 60 يوم ما قبل نعم. الانتخابات بيقدر ويمكن اذا اجتمع المجلس يعدل بالقانون لهالمهل تفسح بالمجال لا ما يكون في ضغط ما نكون تحت ضغط قانوني نعم. من هذه المهل ويكون الامر مقتصر على مجموعه مرشحين وبعدين يصيروا يطلعوا بالتزكي ويصير بعدين يعني طعن وما يزبط الموضوع ليش لنحط حالنا تحت هذا الضغط اذا حضرتك شايف الامور رايحة على اتجاه تأجيل تقني للانتخابات حكما انا في رأيي في الاجواء اللي وصلنا لها نعم. وبالوضع اللي احنا فيه اكيد بده يصير فيه نوع من تأجيل تقني للانتخابات مش تمديد يعني لا ما بفتكر تمديد للمجلس نعم. لا شيء آخر تمديد للمجلس شيء آخر شو اللي بيخلي يصير تمديد للمجلس بعد بس تنفذ كل وسائل التأجيل ساعتها كل حادث له حديث يعني اللي عم بفهمه منك انه اللي بدهم يترشحوا هلا عم بيترشحوا مش بس على قانون الستين تم تمديد تقديم الترشح مش بس على اساس قانون الستين عم بينعطى فرصه مثلا للوصول الى قانون جديد تعتقد رح يكون في امكانيه الوصول الى قانون جديد بتامل بس ساعتها بكون عمليا نحن يعني قدام بس انت رئيس حكومه 3 4 اشهر مش اكثر وانا جاي على رئيس حكومه انتخابات من الاول ما خافي هالشيء هلا حكينا ببدايه الحلقه بس ما بدنا هيك وقلنا هيك اكثر من هيك ممكن الفتره طول سنتين مثلا انا بعتقد نحن رح يتمدد لمجلس نحن هلا في مرحله تاجيل تقني نعم اذا التاجيل التقني ما افضى لنتيجه يصدر فيها قانون انتخابات ربما ساعتها التمديد يكون باغت نعم هذا له حديث اخر لانه في كمان جهات بتقول حتى التمديد يطعن فيه فطبعا في مخاطر قدامنا وحذر منا الرئيس بري من زمن من فتره نعم وقال قد نصل الى فراغ وهذا الفراغ مقلق صحيح طيب يعني بتعتقد بتقبل تبقى حكومه تصريف اعمال حضرتك اذا ما اخذت ثقه بمجلس النواب فتره طويله يمكن هي المطلوب يبطل نجيب مئاتي مع حكومتي حكومه تصريف اعمال وحكومتك ما تاخذ ثقه مجلس النواب تكون حكومه تصريف اعمال واذا بكون ارضى فريق 14 اذار بتقبل هالشيء ان شاء الله ما بنوصل لهونيك عم حط سيناريوهات لا ان شاء الله سيناريوهاتنا تكون ايجابيه وتكون يعني واعده ما تكون سلبيه وتكون يعني مخيفه ان شاء الله قديش ظهر لك اليوم الرئيس سليمان متفائل حيال المرحله المقبله والله بقدر اقول لك انه الرئيس سليمان انسان بيشتغل كل يوم بيوم وبيواجه الامور بكثير من البراغماتيكيه وكثير من الموضوعيه وهو عملي جدا ويعالج كل موضوع بس يستحق رح اعطيك يعني اخر سؤالين دولت رئيس بعرف انه عندك انشغالات وارتباطات شو رح يكون اسم حكومتك؟ نحن قلنا اليوم حكومه المصلحه الوطنيه رح تسميها هيك يعني لانه اريد انه ممكن تكون حكومه سلام او شيء بهذا المعنى حكومة سلام يمكن من المحبين اللي بيحبوني سموا يعني بس هي مش مرحلة حرب لنطالب فيها بسلام هلا يعني نحن بحكومة بدها تعطي أولوية للمصلحة الوطنية شو راح يكون أول شيء بتبلش فيه إذا أخذت الحكومة الثقة مش الانتخابات دولة الرئيس الناس عندها اهتمامات أخرى غير الانتخابات فكر شيء في اهتمامات كثير ممكن تسترد سلسلة أبو الرواتب في قصة الموازنة الموازنة وين؟ يعني الموازنة اللي بتشغل البلاد بتحرك كل المطارات بالبلد بتحرك كل الأعمال بالبلد بتحرك كل المؤسسات بالبلد صرنا سنين غايبين عن الموازنات طيب هالموازنات شو بدها تضلها جامدة بدها تضلها جامد مع الوضع هذا استحقاق بدنا نواجهه أكيد أول ما بدنا نسلم في استحقاقات أمنية واستحقاقات أمنية كبيرة بدها كمان مراجعة وملاحقة ومتابعة لنقدر نساعد بلملمة الوضع تخفيف فرص الاستفادة من الأوضاع السيئة إقليميا لا حدا يستغلها داخليا كل ذلك طبعا بدنا نتصدى له أكيد إلى جانب موضوع الانتخابات في موضوع الاقتصادي والمعيشة في البلد في ملفات كبيرة مقبلين عليها تبديد لقادة الأجهزة الأمنية شو رح تعمل فيه؟ أنا بعتقد أنه في ضوء ما سينتج من هذه بهذه الفترة من تأليف حكومي ومن قانون انتخابات جديد كل الأمر سيؤخذ بالقانون
دولة الرئيس بدي يعني اطلب منك توجه يعني كلمه للرئيس نبيه بري، شو بتقول له؟ يعطيه العافيه والله يقدر يكمل هالمشوار لنتعاون في ايصال لبنان واللبنانيين لشاطئ. السيد حسن نصر الله مهمته كبيره ومسؤوليته كبيره جدا في الموقع والمسؤوليات اللي حاملها على مستوى خطير ودقيق. نعم يعني نطلب منه انه يدعمنا ويأزرنا لنقدر نركز الامور في موقعها الصحيح. الرئيس سعد الحريري الله يعطيه العافيه. الرئيس سعد الحريري شكرا. شكرا اكيد على كل النوايا الطيبه وعلى كل التحركات الطيبه اللي مش هلا بس من زمان لامسها منه وشايفها فيه، وما عنده اي اذى او ضرر لحدا، عنده حلم انه يرجع على البلد يستعيد عافيته. نعم. لنجيب ميقاتي يعطيه ألف عافية. نجيب ميقاتي رغم كل شيء لا شك أنه الرئيس ميقاتي يعني رجل يتحرك ونشيط ويتمكن من يعني إنجاز كثير من الأمور. لبشار الأسد. بشار الأسد شو بدنا نقول؟ إذا فين شيء وجه، وأنا بدي وجه كل مشاعري وعواطفي للشعب السوري. أنا مني وجر المسؤولين عبء على الناس إذا بيسيئوا التصرف، والمسؤولين إذا بيتمسكوا بالمناصب والمراكز بيصير الشعب هو اللي عنده حق علينا نسلم إياه بأي لحظة. فنحن مع الشعوب ومع إرادة هذه الشعوب. للناس اللي بقيوا أوفياء لهالبيت من سنين شو بتقول لهم؟ الوفاء مدرسي يا مارسيل، والوفاء رأس مال كبير نحن بنعيش فيه ونتمسك فيه، وعلاقتي بالناس هكذا والناس علاقتها فيه بها على هالوتيره. هيدي امر اوقات بكلف، اوقات بيتعب، اوقات بيكون له ثمن غالي، ولكن بعتقد بذاته الانسان برضاه النفسي بضميره بيرتاح كثير لما بيلمسه ولما بيشوفه. بقدر اقول لك لحظه وفاء من انسان بتعادل لحظات من اي شيء في العالم منتج او غير منتج، لانه الوفاء راس مال كبير. فشكرا لكل الاوفياء، والله يقدرني دائما بيدلون بنفس الوفاء. هيك الحال على امل ان يستمر هذا البيت، وبيت للاصاله البيروتيه، بيت للعراقه، بيت ليجمع كل الناس. شكرا لك دولة الرئيس، اتمنى لك التوفيق في هذه المهمه. ما بدي اقول لك المستحيله يعني بدي اعقب واقول شكرا للناس، كل الناس على ما ابدته من عاطفة ووفاء ولو بها 24 ساعة الماضيين. إن شاء الله أقدر أكون على قدر ما عم يعطوني إياه من ثقة ومن تأديد ومن أمال لوطننا لبنان. أنا متفائل وإن شاء الله حأبذل جهدي، وإن شاء الله نقدر نوصل لشيء يرضي شعبنا ويرضي حبيب أحبائنا من مواطنينا المخلصين والأوفياء. شكرا لك دولة الرئيس تمام سلام. شكرا لكل اللي تابعونا بهالمقابلة الحصرية الخاصة الأولى مع الرئيس المكلف. شكرا للمسؤول الإعلامي نافذ قواص. تصبحوا على خير.